أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهذا عام لقبره ولغيره عليه الصلاة والسلام، فلا يحل لها أن تزور قبرا من القبور، لا قبر ابنها ولا أخيها ولا قريبها ولا قبر الرسول ولا غيره. نعم.